صباح الخير عن جديد. صبحيتنا بالتابية تنروح على الحصاد اللي هو المعرض الفني اللي عم بتقوم فيه الفنانة التشكيلية داليا بعصيري. هذا المعرض صار له من 12 جون أو 12 حزيران ورح يكمل لبكرة. لكل الأشخاص اللي عبالها تعرف أكثر، معنا داليا بالاستوديو تنحكي معها تفاصيل عن هالموضوع. أهلا وسهلا فيك داليا. أهلا فيك شو. أول شيء قبل ما نفوت بهذا المعرض بالتحديد، خلينا نعرف شوي عنك، عن فنك وكيف بلشت بالفن. اسمي داليا بعصيري، رسامة من أنا عمري 3 سنين، هذا اللي بتذكره. ما قدرت أمسك القلم. عن جد عن جد. بس بلشت أوفيشلي يعني كفنانة على عمر 30 وقت عملت ماسترز بلندن، عملت ماجستير هناك. وشو اللي خليك تميلي لهذا النوع من الفن أو للفن بشكل عام؟ يعني هي عن جد بحسها لغة، ما بعرف، ما بقدر أفسر ليه بنتمي لإلها، بس بلاقيها شيء كتير طبيعي. الرسم عندي كأني عم بطبخ أو عم بتنفس، ما في فرق عن جد، بلا مبالغة. أنا هيك تجي هي لحالها وبتحس إنه هي لازم هلأ عبر بطريقة ما بالرسمة أو بالشي اللي عم اشتغل عليه. فيني أقول إنه بتعطيني ساعة كتير غريبة، يعني في تواصل مستمر، ما بتخذلني أبدا، ما عندي بريك منها. من تنين للأحد أنا عم فكر كل الوقت، كل الوقت عم بتفكر شو بدي أعمل، وعبالي أعمل شيء بخصه بالفن. وعملت العديد من المعارض، مش بس ببيروت، في منها بالدوحة، بدبي، بباريس، ببروكلين، بنيويورك، بفينيس، بفلورنس، بلندن، يعني برمت العالم إذا بدنا نقول. وحصلت على العديد من الجوائز كمان، ما رح نعدهم كلهم، بس كمان كان في تقدير كتير كبير للشغل اللي عم بتقومي فيه. خلينا نحكي بطريقة سريعة عن المعارض كمان اللي قمت فيها، البعض من المعارض هيك اللي يمكن تستوقفنا أو تكون عزيزة لإلك بالتحديد قبل ما نفوت على The Harvest. يعني كان في عندي معرض كتير بحبه بال 2017 عن جانين أرباز اسمه Wiped Off. كان شوي غريب على العالم لأنه عم بستعمل مادة الغبرة كأنها هي الإنك اللي أنا رسمت فيه. فاستغربوا كتير المادة، بس بعدين عرفوا لي، لأن أنا بعمل كتير بحث بس أقدم أي موضوع جديد ببرره، بدرس خصائصه لحتى يطلع العمل عم بيجسده. فحكيت بوقت عن فراجيليتي، انه شو يعني شيء ضعيف عم نشوفه بس نقدر نتحدى ونقويه، وليه بدنا نقويه؟ يعني بس نحكي غبره، العالم بتقول هيدي يمكن اخف شيء بالنفخه بتطير. نعم. وكنت عم استعملتيها كرمال كمان تعرض الفن تبعك. ايه، انا انه جمعتها وعملتها مثل كانها عن جد انك، يعني مع مي خلطتها، مع حطيت كمان جلو عليها وصارت بيرمننت نهائيه، يعني ما بقى تتحرك. فوقفت لها الزمن. الوايبت اوف كمان مثل ما قلت كان بال 2017، بس كمان كان من ال unconventional materials او العناصر الغير تقليديه اللي استعملتيها كمان كرمال تقومي بهذا الفن. واحدة هول الاشياء كمان العناصر الغير تقليديه هي اللي عم نشوفها اليوم بمعرض الحصاد او The Harvest. اول شيء قبل ما نبلش بتفاصيل هذا المعرض والايتمز او الاشياء الموجوده فيه، خلينا نحكي من وين اجتك الفكره وشو هو المعرض بالأساس؟ هي الفكرة بتجي من طريقة تجميع المواد اللي أنا معودة عليها، أنه عندي مثل attraction أو انجذاب لهالمواد اللي يا منقول ضعيفة، فراجيل، أو يعني أي خصائصها أنه هي ephemeral، حساسة، ممكن منحسها ضعيفة، منحس أنه هيك بدها شوية بتنكسر أو بدها شوية بتختفي. أو هالفراجيليتي is very لقلي أنه كتير بلاقيها attractive بشغلة. فبموضوع هلأ الحصاد، أنا حصدت كل هالماتيريز اللي جمعتها، من بينهم شموع الناس اللي صلت بحريصة، يعني شموع اللي دابت وكانت مطفية، أنا طبعا ما طفيتها، يعني بنطلع لتطفي على مهلة وأنا برجع بجمعها لما توصل لآخر ستيت لقلها قبل ما يشلوها أو يشلوها عنها، وأنا بخدها وبخليها باستوديو عندي ممكن دلها سنة أو سنتين، وبس تحس أنه عن جد هذا البروجي صار ماتشور، صار ناضج، بيجي وقته. فهي أنا عم يعني عم بعمل هايلايت على هيدي المومنت اللي اسمها حصاد. شو يعني بالنسبة للفنان؟ لأنا بحس كلنا منحس هالشي كفنانين، عن جد في لحظة بتصير اللي هي لحظة الثقة كمان، هي عبارة عن باشن للشغل وثقة، خلص بده يعني هي هيدي النقطة اللي يمكن بتميز كل فنان عن التاني، لما الفنان يوثق بالحدث تبعه، في الانتويشن اللي هي بتعطينا هيك فكرة معينة، وهي أحلى لحظة. ما بقدر أعبر لك قد ايه بتعطيك لذة بالحياة، إنه هيدي شخصيتك
ويعني هيدي اللحظة بتجسد نضوج معين فيك كإنسان وخلص إنه بتعرف إنه هيدا رح تكون بروجي وقادرة وصل للعالم وثق بالفكرة قبل ما أعرف وين رايح فيها للفكرة. أهم شيء إذا دافع عنها طول ما أنا ما بدي دافع عنها يعني بعدها ما وصلت الفكرة. هذه الرسالة تبع كل فنان بعتقد يعني اللي بيميز الفنانين عن بعضهم الرسالة اللي عم بيوجهها بطريقة الفن اللي عم بيقوم فيه لأنه بالنهاية الفن بيعبر عن الشخص بذاته ولكن المتلقي كمان بذات الوقت بده يفهم الفنان شو عم بيجرب يوصل له لو هي يمكن سبجكتيف أو الواحد كل شخص بياخدها شخصية ولكن في مساج معين بدنا نوصله. هلأ كنا عم نحكي كمان عن الشموع اللي كنت جبتيه من حديثة في بعض غير عناصر كمان جمعتيها كرمال هالإكزيبيشن خبرينا أكثر. أهم عنصر هو بعد انفجار المرفأ بعد بسنة كان عندي بروجي ببناية فياض بوج الانفجار وكنت بغرفة مليانة شقف بينت على الأرض الحيطان البينت تبع الحيط هالقد كان قوي يعني الحيط واقع وكمان البينت اللي له يعني another layer واقع وكان مليان حواليه فكمان أخذته معي على استوديو بقي معي سنتين باستوديو وقت حسيت حالي أنا عن جد قادرة أعبر لأنه أنا ما بعبر بسرعة وما بحب أعبر بسرعة بصراحة يعني بحب استوعب الأمور أكتر وأتعايش معه فأقدر عن جد أقدر أفسرها بشغلي فاختياري لهيدي المادة بالذات كان لها كتير أسباب. أول شيء نظرياً لقيتها interesting لأنه شقفة كانت part من شيء كانت حيط بس هي هلأ شقفة واقعة كانت أكيد حتنكب فأنا ما كبيتها أنا عملت منها شجرة والشجرة بتشبهها بتريحة كتكستشر إذا منشوف الشجرة منشوفها نفس الشيء نفس الملمس بس اللون مختلف فحبيت أعمل هالجمع بيناتهم نظرياً كتير بيشبهوا بعض ومع بعضهم كتير المعنى بيتغير شو يعني شقفة حيط مع شجرة بالنسبة لإلي ما بقدر أقولها هلأ إنه يعني ما لح إجي عبر عنها بشكل مباشر بس خليت السؤال للعالم شو بيعني لهم شجرة فيها شقف من حيط كمان في شغلة لفتتني وقت كنا عم نحكي عن The Harvest قلتي بمطرح من المطارح أنا حطيتهم عندك باستوديو وتسمعت على قصصهم على وقت طويل شو قالوا لك شو كانوا القصص تبعهم؟ يعني كمواد إنه الخبرية يعني نحن حتى وقت خبرتينا عن وايبت أوف الدست اللي جمعتيه الغبرة كمان هن يعني شيء هيدا دقيق شيء شخص شوي عنده قصة إيه مثلا الغبرة معروفة إنه هي من human cells مزبوط الجلد الشعر أي شيء البردية الفابريك تبعه البولوشن فصارت مثل كأنه الغبرة بوقتها بتحكي عن زمن معين ومكان معين بهيدي المدة هاي بس المرفأ بالنسبة لإلي أو ما تبقى من المرفأ بحس إنه أنا مجواتي صار في عندي شقف ميموريز يعني في شيء جواتي انكسر وصرت حس إنه هول الشقف بيجسدوا شيء جواتي حسيته وما قدرت ترممه فصرت شوف كل شيء شقف يعني نظرياً بصير عم فتش على الشقف بدل ما فتش على الشيء الكامل عم شوف شقف وهول الأشياء اللي يمكن رح تنشيل رح تنكب ما بقى العالم رح تستعملها يعني الشمع بس خلصت ما رح تبقى برجع بعمل ريسايكلينج عادة بس إنه أكيد مصيرة إنه تتذوب أو بس أنا حبيت حافظ على هيدي اللحظة لأنه بصراحة إذا بتشوف البروجيكت كيف اكتمل زيارة حريصة وكمان عم بياخد شقة في الحيط مع بعضهم بيعملوا بالانس لأنه الحيط كتير بصراحة مادة كانت تقيلة علي منا هيني استعملها لأنه بتجسد لي كتير أمور وماميريز ما بدي أتذكرها أنت كنت عم تشتغلي بهالبنية كتير هي قعدت أنا شهر كرمال بروجي لحتى نعمل يعني ذكرى مع الأسف لهيك يعني شيء مجواتي أنا لهلأ ما لح أنساه ولا لح أنساه داليا رح نبلش نشوف صور لأنه بعتقد العالم صار عندها شوية حشرية تعرف شو يعني مزجنا المواد مع بعضها خبرينا هيدي الصورة شو عم نشوف هيدي بصراحة المفضلة عندي هيدي مثل جزع شجرة مركزة عليه بنفس الوقت يمكن ما تكون شجرة لأنه ما كتير خليتها واضحة شور أبستراكتد يعني أكتر حتى شمع من حريصة مدوب وحطيت شقف الحيط مخيطين يعني كمان في تخييط الشقف اللي كنا لا يقدروا يثبتوا هي يعني فعليا هي لها هدف انه تثبتها اكثر بنفس الوقت
بكون عم فرج الناس شو اللي انا عجبني بهذا الحيط اللاينز مثلا بلحقهم بصير بخيط حسب التكستشر. فعم فرجي انا شو عندي فضول كيف جسدت الفضول وكيف لونت عليها. فصارت يعني مثلا هيدي كمان اذا بتلاحظ على الشمال كان في كمان شقفه حيط حطيتها رجعت غيرت رايي لقيت انه مش محلها كثير. ايه بصير في كثير قرارات باخر لحظه بتحس في شيء خانق اللوحه بدك تشيله. ما بقدر افسر ليش بيصير معي هيك لحظات بس تكون مأكدة منه لهلا لهذا السجن. نحن عم نشوف بالنهاية صور ولكن الأشياء لايف بتبين بغير طريقة لأنه نحن ما عم نحكي بس عن لوحة جامدة أو 2D عم نحكي عن أشياء فعلية. وكمان يعني هون بنشوف يمكن الألوان كمان أكتر بطريقة مفصلة أكتر بس صاروا هول الثلاث أشياء يمكن اللي عم نحكي عنهم صاروا بعمل واحد مع بعضهم كلهم وتجسدوا بهذه الطريقة. ومنشوف يعني الألوان كيف متنازجة مع بعضها كيف الاشياء كمان هيك معبره يعني هون هيدي كمان بتلاحظ انه كمان كان في شقف وجات شلتون باربع مطارح. بحب هالقرارات بس تتصير وبصير كانه عم بعمل ريكرييشن للي صار لانه بالنهايه هن كانوا بمحل وراحوا منه. فلانه بصير الميموري يعني كيف الفنان بصير يعني بيترجم الواقع بشكل مباشر عم تعطيهم حياة جديدة نفس السايكل بيصير هو بيطبقه وبس يخلص الشغل بيستوعبه بيقدر يفسر عنه. هذا السؤال اللي يمكن منفكر فيه أوقات يعني كتير فنانين بالرسم لنقول ببلشوا رسمة ما بيعرفوا وين رايحين فيها. أنت خبرينا شوي كمان عن هذا البروجيكت. أكيد ما بكون بعد لا كنت كتير اللي كنت عم بعمله أنه كان عندي ريزيدنسي بأشكال ألوان. فعلى اللانش بريك انزل دايما شوف الشجر وشوف الرزن اللي عم بيطلع من الشجر وصرت صور كتير الشجر فتكون البروجيكت بس بيكون بروسس بطيء يعني وبعدين بستوعبه مع الوقت. هي يعني قلتي لي من وقت الانفجار كمان يعني قطع 4 سنين تقريبا 5 سنين. فصلهم فترة تبعدين يمكن بلشت تفوتي بالخبرية وتبلشي تشتغلي عليهم. الحصاد واحد من البروجيات كمان اللي هن كانوا unconventional أو غير تقليدية وكان حضرتك بتنحتي كمان وبتلوني ومثل ما كنت عم بتقولي بترسمي. فأي نوع من الفن اللي بتحسي بيعبر عنك أكتر شيء؟ هلا البينتينج لأنه هي the mother language اللغة الأم الأساسية. شوي عملت يعني تغير مسيرة من 2017 يمكن بقيت 7 سنين عم بتعرف على sculptures بس لانه كان عندي فضول واكيد مبسوطه اني عملت هيك قرار لانه تعلمت كثير منها. فهلا اذا بتشوف يعني اعمالي هلا بحس حالي عم بعمل بينتينج بس هي كمان سكالبتشر. هي عندها حياه وعندها هيك بدها تتحرك بتحس. فايه انه انا كثير تاثرت بالسكالبتشر وعم جرب اطبقه على البينتينج بس دائما عم برجع للبينتينج اخر شيء. دائما في الاليمنت تبع التلوين او الرسم اللغه الاساسيه اللي انا عن جد بتعني لي. كمان في شغله لفتتني كنا عم نحكي عنها تحت الهواء انه حضرتك كبرتي بالحرب الاهليه. وهذا كمان خليك تعيشي ببيئه غير مستقره ونحن بنعرف لبنان بعده لهلا ببيئه غير مستقره. وهذا اللي عم تجربي كمان يمكن تبينيه او تعكسيه بالشغل تبعك. خبرينا اكثر عن هالنقطه. يعني انا كل طفولتي بعرف انه لبنان عنده يعني مشاكل كتير وبتحس مشاكل ما بتخلص. دايما يعني في شيء دايما unstable دايما عايشين بحالة قلق بتوتر يعني بتحس انه بتلتهي عن هالموضوع بتحاول تبسط حالك بس انت عارف انه backstage في شيء عم بيصير كتير اقوى منك وشيء فارض حاله انه هيدا واقع بدنا نتعود عليه. انه بتصير بتحس حالك انه عم تعود على شيء ابدا منه طبيعي بالنهاية عم نعيشه كل يوم ولا صيفية الا ما كانت فيها خطر يمكن ما بتحس حالك قادر تعمل بلان. اللي بيسافر ما بيعرف بيقدر يرجع على المطار. دايما عشنا هالستريس بتمنى ما بقى نعيشه بتمنى يعني انا ولا مره اخذت بريك من هالاحساس. وطبعا هيدا الشعور بالخطر والقلق اكيد بده يتجسد بالشغل. ذاتس واي هذا هو السبب انه انا عندي هالانجذاب لهالمواد الضعيفه اللي بدها رعايه لأن تشبه واقع أنا عم بعيشه. وطبعاً أنا كفنانة أو كإنسانة حابة سيطر على شيء حس حالي أنا فرد بهالمجتمع قادر يعمل شيء. فدايماً نحن عنا هالتشالنج تعبنا بس الشغل ما بده يوقف. فبدل إنه أنا عندي استمرارية
حتى لو ممكن عم برجع عيد الواقع، ممكن عم برجع اعمل طرق متعدده لاحكي عنه، بس انا عايشه فيه واخترت اعيش فيه. فيني روح بس ما بدي روح. انا كثير بحب بلدي وبدي استوعبه مثل ما هو. بطريقة ما الفن كمان عم يعكس هيدا يمكن الوحي اللي عندك على الوضع، لأنه الأشياء الهشة اللي عم تستعمليها كمان هيدي نحن يعني حياتنا اللي عايشين فيها، اللي هي بحياة اللحظة مهددة أو بتنحط بخطر معين. كمان داليا يعني نحن هلا اليوم عم نحكي عن ذا هارفست اللي صار له تقريبا شهر بمعرض كمان جاليري جنين ربيز بالروشه. خبرينا رده فعل العالم، لانه كثير عالم يمكن شيء جديد عليه اللي عم بتشوفه، وكثير عالم ما بتستوعب اول شيء شو هو هيدا الشيء، شو الرساله منه. فخبرينا شو كانت رده فعل العالم وقتها عم يجوا يشوفوا المعرض دغري. اكثر شيء بصراحه ركزوا على الشموع، لأنه هنا بيجوا إنه figurative work، يعني بينين شخصين وفي الشمعة هي كأنه راس هالناس. كتير حبوا إنه شافوا شموع بس ما دغري شافوها، وكتير حبوا الألوان. حسيت إنه فهموا علي شو عم بقدر حاول جسد اللون، كتير تواصل معهم للناس. هيدي أكتر شيء بسطت فيها، لأنه اللون الأخضر كان موحد وهو نفسه تقريبا التوناليتي. وكمان بالنسبة للشجر عرفوا انه شقف، بس ما عرفوا انه حيط تفاصيل، لا بس يقربوا عرفوا انه الشجرة مفككة نفس الوقت شجرة. يشوفوا التفاصيل، يشوفوا الخياطة كمان تبع الحيط، يشوفوا وين الشمع يعني موجود. كانوا مجبورين يقربوا كتير يعرفوا شو التكنيك، لانه كان عندهم حشرية كمان كلهم لمسوا البينتينجز، خاصة اللي انا كنت عم بقلد فيها الرزن صاروا يقروها. انا عملت من فرد الشمع، عملت هالإفكت كأنه عن جد ريل، فعطيت عن جد حياة للشجرة وخليتها تحكي معهم الناس، كأني عن جد شلتها وحطيتها بلوحة، هيك حسوا. صاروا هن عم بيسمعوا للقصة تبعها كمان ويعرفوا أكتر يمكن من وين جاي. يمكن بس نطلع على شمعة نقول هيدي الشمعة حدا ولع وكان عم بيصلي، كمان نصير نحن نفكر بإشياء وتخدنا على أبعاد معينة. على عالم الصلاة، شو هو صلاة؟ هو كله أمل وكله خشوع وكله تواضع وقدام أغراب. هذا أحلى شيء بصراحة، أنه تشوف ناس عم بتصلي مع بعضها، كل واحد إيمانه وسكوت، وعن جد لحظة بحسها هي اللي بتخلي لبنان بخير. نحن كلنا لو ما منصلي يعني لو ما عن جد بعد عنا إيمان كتير قوي بهالبلد، بعتقد كنا من زمان كمان رحنا. وهذا بعتقد بيجمع الأشخاص، يعني يمكن تختلف طريقة الصلاة ولكن كلنا بنطلب ذات الشيء، كلنا بنطلب الامور تصير احسن، كلنا بنطلب نكون نحن بوضع احسن، صحه تكون منيحه، اهلنا يضلوا منيح، فكلنا عنا ذات الطلبات ولكن تختلف الطرق تعبير. نفس الشيء بالفن كمان وقت نكون عم نعبر عن رساله معينه. داليا بعد في عنا بكره للمعرض، الاشخاص اللي عبالها تتوجه وصار عندها حشريه، شو بيروحوا شو بيشوفوا شو بيتوقعوا بس يفلوا، شو رح يفكروا شو رح ياخذوا معهم من المعرض؟ بدو ياخذوا معهم تجربه انا عشتها، بدو ياخذوا معهم انا كيف بشوف المحيط حوالي، كيف بقدر اقرا على طريقتي وجيبه لعندي على البيت ويصير اكثر خاص. والترجمه بطريقه ما على الفن كمان اللي عم نشوفه يعني اكثر. الشغل كثير هي هول هن اللي كنت عم بحكي عنهم. في دقه كثير بالشغل، لانه في يعني هولي كلها في تفاصيل كتير صغيرة بقلب رسمات صغيرة هني. فبس ترسم شيء صغير أصعب لتعمل فيه تفاصيل ويطلع واضح وتضل مبين الفكرة طبعا. وأنا بحب أنه ناس يقربوا على البينتينج، كتير بحب، ما بحب أن يشوفوه من بعيد للعمل. كتير حلو كمان، يعني في عنا العديد من الأشياء، مش بس شايفين لوحات كبيرة ولكن عم نشوف كمان دقة وشغل كتير صغير. داليا بدي أشكرك كتير على وجودك معنا. كمان بتحب تقولي رسالة أخيرة؟ يعني حضرتك عشت بفترة صعبة يمكن بالحرب الأهلية بوقتها، ولكن طلع شيء حلو من هذا الموضوع اللي هو الفن تبعك اللي هلأ اليوم كمان عم بترجميه بالأشياء الهشة بالأشياء الدقيقة اللي نحن عم نعيشها كل يوم بحياتنا، وما عم تطلع على أشياء غريبة. يعني الغبرة كنا عايشين بمحلات فيها غبرة، الشموع كنا مضوي شموع ومنصلي الحيطان وين ما كان، بنلاقي أوقات بنايات قديمة بتفتت حيطانها كمان وبتوقع البوية منها، الشجر وين ما كان بنشوف شجر، يعني عم نعيشهم لهول القطع وانت عم بتجسديهم بطريقة ما بالفن. شو الرسالة اللي بتحب توجهيها للعالم إن كان من خلال الفن بشكل عام أو بالوضع اللي نحن عم نعيشه اليوم؟ أنا بتمنى أنه كل إنسان عن جد يثبت دوره بهالمجتمع على طريقته ويدله قوي ويتواصل مع الناس. لازم الواحد يكون عنده حوار، أنا حواري هو الفن،
لازم يكون في حوار، هو بظن أساس أي مجتمع ناجح. إنه شو ما كانت الواقع اللي إحنا عايشين فيه صعب، كل ما كان في حوار إيجابي لأنه أنت عم بتطور، يعني من ولا شيء بدك تعمل شيء. مزبوط. هيدي قوة كتير حلوة، وبتعمل الإنسان تعمل له هيك استمرارية حلوة بالحياة. ما بعرف كيف بدي أشرح لك إنه بتخيل. أنا الحمد لله عندي سعادة، يعني أو ما قصد سعادة، عندي سلام داخلي دايما بحافظ عليه، لأنه بطلع هذا الشيء اللي بيأثر علي من الخارج برجع بستوعبه على طريقتي وبطلعه من طريقة تانية، يمكن بطريقة الفن بطريقة نعم. معينة. نحن دايما بنقول الحكي أو الكوميونيكيشن ضروري، أهم نعم. شيء. يعني نحن بنغطي كتير مشاكل لما نكون عم نتفهم الشخص التاني، لما نسمع له، وأكيد بطريقة رائعة بطريقة نتفهم أكيد. مش نكون عم نسبب مشاكل. وبعتقد الفن بيوحد نوعا ما كمان أكيد. وهيدي اللي عم نشوفها بالبلد، يعني بالرغم من كل المشاكل نشوف أعمال كتير كبيرة فنية، إن كان بالمسرح، بالثقافة، بالكتب، حتى بالفن، بالأشياء الغير التقليدية. وهذا بكبر القلب، لأنه بعد في أشياء حلوة بالرغم من كل الأزمات، وعم بينبت أشياء رائعة. حيضل في أساس من كل شيء، ما عندي أي شك. أكيد داليا، بدي اشكرك كثير عن جديد لوجودك معنا. داليا بعصير، الفنانه التشكيليه، وبدعي كل الاشخاص اللي عبالها يمكن تشوف الاعمال الفنيه تبع ذا هارفست بالتحديد تتوجه للجاليري جنين ربيز بين اليوم وبكره. اليوم معكم للساعه 6 وبكره من العشرة للأربعة اذا الله راد، ولكن كل اعمالك تعرض بجاليري جنين ربيز دائما. يعني للي عبالوا كمان يشوف غير اعمال غير ذا هارفست موجودين، في يشوفهم بالجاليري هونيك. ميرسي كثير لك داليا، وان شاء الله بكل التوفيق لقدام. ميرسي كثير. صبحيتنا بتتابع، ولكن بعد فاصل قصير.